آخر كلمات لأيسر قبل ثواني من الانفجار. اسمعي. بحكيك على رواية خي، هيدا العنبر 12، العنبر 12 هيا في مفضيين باخرة مفرقات او مواد اسيدية، ماني عارف شو بالضبط، بعدنا ما عرفنا. هذا صوت أيسر. ليلى مرهج، سنة لرجعت جيتي على مسرح الجريمة. أنا بعد سنة حتى قبر ابني ما زرت، ما بقدر اتخيل ابني وين وأنا عم بنام على التخت. جيت لحتى اتخيل وين ابني، أنا أمي المؤهل أيسر مرهج بالأمن العام. جيت اتأمل وين كان ابني يصول ويجول. طلعت بظل كل محطة صورة الإهراءات، بتطلع يمين شمال ورا قدام لشوف وين كان أيسر. مش عم شوف شي. عيطت الله هلا، عيطت الله يا أمي، ولادك بقلبي وبعيوني، وأنا قلت له حد النعش. ولادك ومرتك بقلبي وعيوني يا أمي من ريحتك، وأنا بس عيط بدي عيط لخيو ميشيل أو خيو عفيف، بقول يا أيسر يا أيسر، برجع بفطن بقول شو بني أنا بعد سنة ما نسيت أيسر. راح قطعة من قلبي مع أيسر، راح نص عقلي مع أيسر. قد ما ركز وقد ما حاول سيطر على عواطفي مش عم بقدر. ليلى مرهج، بدي ارجع معك لأربع آب. آخر مرة بهنهار سمعتي صوته لأيسر؟ كانت شي 5:30 ستة إلا 10. الساعة 6:07. إيه 6:07. آخر لقطة شافتها لجو قدام العنبر رقم 12، الساعة 6:07. آخر كلمات لأيسر قبل ثواني من الانفجار. اسمعي. بحكيك على رواية خي، هيدا العنبر 12، العنبر 12 هيا في مفضيين باخرة مفرقات او مواد اسيدية، ماني عارف شو بالضبط، بعدنا ما عرفنا، هلا عم بيطبخوه. هذا صوت أيسر. آخر صوت، الساعة 6:07 ونازل على أساس مفرقعات. هو يفكر مفرقعات، مش عارف وصلت للنترات. وهن في مدينة بأكملها نايمة على 2700 طن من نترات الأمونيوم، وبطل من أبطال بلادي نازل يطفي المفرقعات. أيسر نجى رفقاته. اليوم كيف بتحضر الحظات الاجتماعية؟ بتطلع لصوب بيته وبتخيله، اسمع صوته يا أمي ويني، وبتقويس على تليفونه مع أنه عارفي أنه راح التليفون وراحت الفويسات وراحت الرسائل وكل شيء. لليوم بعدك بتحكي؟ بحكي بيني وبينه. شو بتبعتي له الفويسات؟ شو يا أمي احكي معي، رد علي. ليش يا أمي مش عم ترد؟ رد علي يا أمي. عيونك يا أمي كيف صار وبحكي، جسمك يا أمي وانس كيف صار، شخصيتك كيف صارت، عقلاتك كيف صاروا يا أمي، يا روحي يا مفرج همي يا أمي. أنا بشتكي لك همي وأنت بتشكي لي همك. راح. شو بتخبري عن أمه؟ أمه اشتقت له كثير.